يتحقق أحد أحلام سكان نيويورك بعد طول انتظار مع افتتاح 3 محطات جديدة لقطارات الأنفاق في الأول من كانون الثاني يناير، في إطار فكرة مطروحة منذ حوالي قرن لتوسيع شبكة المترو في المدينة، وهي من بين الأكثر اكتظاظا في العالم في اتجاه شرق مانهاتن. ولم تتوقف حركة الركاب عن التوسع خلال السنوات الأخيرة، وعلى رغم تسجيل مستويات أدنى من معدلات الاستخدام لقطارات الأنفاق في مدن طوكيو وبكين وسيول الآسيوية الكبرى، أحصت شبكة قطارات الأنفاق في نيويورك مع محطاتها البالغ عددها 422 والتي تعمل على مدار الساعة ما يقرب من 1.8 مليار رحلة خلال العام 2015، وهو رقم قياسي منذ العام 1948 متقدمة بالتالي على باريس ولندن. وثمة مرحلة ثانية مرتقبة لتوسيع الشبكة إلى الشمال حتى هارلم مع تخصيص ميزانية قدرها 6 مليارات دولار إضافية، لكن نظرا إلى التأخير المتراكم للمشروع لم يعد أحد يجرؤ على الإعلان عن تواريخ لانتهاء الأعمال في هذا